بسم الله الرحمن الرحيم. نستمر في قراءة مختصر شروح الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري العارف بالله، متوفى سنة 709 للهجرة، من شروح كبار العلماء كالإمام ابن عباد الرندي والإمام زروق والإمام الشرقاوي والإمام سيدي بن عجيبة والإمام الشرنوبي، والكتاب من إعداد الدكتور صلاح عبد التواب سعداوي. في حكمة جديدة يقول رحمه الله رحمة واسعة: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. أعيد للمرة الثالثة: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. يقول الرندي في شرحها: النفوس الكريمة تقبل على الله بملاطفات إحسانه وموالاة فضله وامتنانه، والنفوس اللائمة لا تنقاد إلا بسلاسل الامتحان ووقوع المصائب في الأموال والأبدان. ويقول الإمام زروق في شرحها: من لم يفرد وجهه لمولاه اعتبارا لإحسانه السابق واللاحق الذي لطفه به حتى لا يطمع في غيره ولا يرجو سواه، سلط عليه البلايا والمحن حتى يقوده إليه بها كرها، إذ لم يرجع إليه طوعا. أقول ابن عجيبة: السابقون قد أقبلوا على الله متوجهين إليه طالبين الوصول إلى معرفته، وهم في ذلك على قسمين: قسم أقبل على الله بملاطفة إحسانه وقياما بشكر إنعامه وامتنانه وهم أهل مقام الشكر، وقسم أقبل على الله بسلاسل الامتحان وضروب البلايا والمحن وهم أهل مقام الصبر. وفي حكمة أخرى يقول: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. يقول: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. أعيد: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. قال الرندي في شرحها: شكر النعم موجب لبقائها والزيادة منها، وكفرانها وعدم شكرها موجب لزوالها وانفصالها. ويقول الإمام زروق في شرحها: شكر النعمة ضامن لثلاثة أشياء: حفظها عن الزوال وتغيير الحال بالانتقال، وزيادتها في الحال وبركتها في المآل، واتصال العبد بمولاه على وجه العافية بلا إخلال، وعدم الشكر ضامن للسلب وتشويش القلب ومقت الرب. وفي حكمة أخرى يقول رحمه الله: خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا. يقول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، في سورة الأعراف. أعيد الحكمة: خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الرندي رحمه الله في شرحها: الخوف من الاستدراج بالنعم من صفات المؤمنين، وعدم الخوف منه مع الدوام على الإساءة من صفات الكافرين. فمن أمارات الاستدراج ركوب السيئة والاغترار بزمن المهلة وحمل تأخير العقوبة على استحقاق الوصلة، أي يعتبر هذا التأخير كأنه وصال من الله عز وجل، وليس كذلك بل هو استدراج من حيث لا يعلم العبد. وقال الإمام زروق: خوف الاستدراج في النعمة يبعث على التشمير لشكرها والرجوع إلى الله فيها وبها، واستشعار ذلك بذكر أفعالك السيئة مع جري إحسانه، إذ الاستدراج كمون المحنة في عين المنة بغير خوف الفتنة. والمستدرج هو الذي تؤخذ منه النعمة شيئا بعد شيء وهو لا يشعر. ومعنى الآية أي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نأخذهم بالنعم وهم لا يشعرون. وقال الشرقاوي رحمه الله: خف من وجود إحسانه إليك مع دوام مخالفتك له أن يكون ذلك تدريجا شيئا فشيئا حتى يأخذك بغته،
والمقصود بالآية قيل نمدهم بالنعم أو نمدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها، فإذا ركنوا إلى النعم وحجبوا عن الشكر أخذوا. نسأل الله السلامة. قال سيدي ابن عجيبة: خف من دوام إحسان الحق إليك بالصحة والفراغ وسعة الأرزاق ودوام الإمداد الحسية والمعنوية، مع دوام إساءتك معه بالغفلة والتقصير وعدم شكرك للملك الكبير. خف أن يكون ذلك استدراجا منه تعالى. أسأل الله أن يكرمنا وأن لا يستدرجنا، والحمد لله رب العالمين.